phytosphenifera, which is a vine, and it's an important vine in the Mediterranean. وهذا الفاين كفيتاس فينيفرا, it's a beautiful plant material. And why we do that and drawing it, الجميل في العنب أنه مادة غذائية ممتازة, وأيضا الجميل في العنب أنه حتى ورق العنب يؤكل وطبعا يستعمل في الطبخ. وإتس بيوتيفول نوت أونلي أ بلانت ماتيريال بس أي ثينك إت إز أ بيوتيفول فاين أس سوتش, وهو من المتسلقات اللي في مناطقنا تجدوه يستعمل بكثافة ويزرع, وهناك أنواع عديدة من العنب, وفي سيدلس وفي العنب الأسود والعنب الأحمر والعنب أيضا الذي بدون بذور أو آسف seeds inside it. وهذا بعطي شيء مميز في منطقتنا ويزرع في مناطق حوض المتوسط بكثافة وأيضا في مناطق الجبلية, ويعتبر غذاء ومصدر غني جدا بالفيتامينات. ولذلك عندنا في منطقتنا يزرع كمادة معرشة كدالية. لكن الجميل في الفايتس فينيفرا أو الجريب فاين إن نبات متسلق سهل جدا العناية فيه, لكن عادة إذا بتلاحظوا في فصل الصيف لما يبلش العنب بده ينزل ببلشوا يعلقوا على ببلشوا يلفوا حول نفس العنب نفسه, ببلشوا أهلنا يلفوا عليه كياس خشبية آسف كياس من الورق حتى ما يبعدوا عنه الحشرات والنحل, لأنه جاذب للحشرات. It attracts bees, it attracts all kinds of العنب. الجميل في العنب ليس فقط طعمه أو أكله أو رائحته, لكن هو عادة في مناطقنا ونحن في جائحة الكورونا لازم الكل يعرف إنه العنب يجفف, والعنب إذا جفف بطول اللي بيعملوا منه الزبيب أو بعدة بلونه الأشقر أو اللون الأسود وبيعملوا منه بيريز وأيضا تطلي. أنا أعتقد أنه من النباتات في حوض المتوسط الغنية جدا والتي بيستهلكوها الناس هون بكثافة. زي ما قلت لكم حتى ورقة العنب, الورقة مدببة نوعا ما, لكن الجميل فيها إنه هي أيضا بيستعملوا بلفوا ورق العنب, وهذا الشيء بعطيها كنبتة بعطيها دور تلعب دور في منطقتنا بشكل ممتاز في حدائقنا المنزلية. أنا بنصح كل حديقة يكون فيها نبتة العنب أو الفايتس فينيفرا. يزرع العنب بسبب ثماره تؤكل, ظل كثيف بغطي المعرشات, لكن دائما لما يستوي العنب ويبلش يعمل دريبينج ممكن يصير ليترينج تحت المعرشات, لكن ينتج سنويا نموات حديثة تغطي المعرشات وبشكل مكثف. وأيضا you can prune it, يعني to prune it تقدر تقلمه من فترة لفترة. الفايتس فينيفرا أو العنب بالعادة العنب عندنا بتضيف الأسمدة في نهاية الشتاء باستخدام سماد مركب حتى يكون كثيف العطاء تاع هذا.
العنب كمان في بتركب يعني أنواع عن العنب، والجميل إنه أهلنا حاولوا دائما في بساتينهم يتعاملوا مع العنب بطريقة دائما في سيدلينجز، دائما بيركبوا منه، دائما بتعاونوا بيحاولوا يجيبوا أنواع من العنب، وترتبط العنب بالمناطق الساحلية، وكل عنب بيختلف عن بالنوع وبالفرايتي. طبعا في أوروبا أنتم بتعرفوا أنه العنب أيضا يتم استعماله لإنتاج الخمور، ولذلك في ديماند كبير بتلاقي عليه في أوروبا بشكل كبير جدا، ومزارع يعتنى بها لأنه يعتبر عندهم مصدر لإلهم. لكن إحنا بنحكي as a scientific from a scientific point of view، اللي بده يتعامل مع العنب، العنب بعد مرات بيحتاج إلى الرش من فترة لفترة، لكن ليس عنده كثير أمراض، لكن إذا صابوا مبيد حشري أو فطري أحيانا كويس الواحد يرش من فترة إلى فترة. هون أنا بلشت الآن أعمل بمنظومة النبتة. النبتة الآن عندي أنا ورق العنب دائما بكون خضاره مصفر، أخضر مصفر، وكثافة الاصفرار زي ما أنتم شايفين. عادة الجميل أيضا ورقه لما بده يكت الورق تبع العنب، لأنه it's a deciduous vine، هو متساقط، it could be a littering vine، فلذلك بدك تكون حريص دائما أنه أنت وانت بتسوي في بتقلم العنب او بتنظف الورق تبعه، خذ الورق حتى الجاف وحطه في المنزل عندك، جففه وضعه في مناطق معينة، ممكن يكون بألوان، وبعد مرات يميل الى الاحمرار او الاصفرار، كمثل البارانثيوسيس كوانكوفوليا. It's a beautiful plant. مرة تانية، عادة في نوعين، في عنا بعل اي لا يحتاج إلى السقاية، وهذا في مناطقنا، في المناطق عنا بالكرك والجنوب وفي الشوبك بتكون النبتة عنا بعل، أي يعني ما في داعي إنك تروي، أي على مياه بيسموه مياه المطر فقط لا غير، ويكون العنب. لكن في ناس في مناطق مروية بيروي العنب، وهذا في حالة ما يتم انه بدك تروي العنب بدك دائما ضلك تسقي، لانه it demands water، يعني بده مية وبده مية مكثفة. الان انا بلشت احط الجرينري بالمناطق اللي هيك، بكون أنا أعطيت الورق لون العنب، الورق اللي هلا كمان العنب لما بدك تأخذه بدك تعمل العنب أيضا ممكن أن يخزن ورقه في فترة بالثلاجات، لأنه مش دائما بكون فريش، فممكن تخزن الورق تبعه وتستعمله، لكن بدك تكون كيرفول أوقات التخزين وتجيبه صغير، يعني ما تجيب الورق العنب ما لازم يكون في العادة ثيك أو كبير، لأنه بصير مش طعمه قاسي في أثناء الطبخ. لكن الليفز تبعه، في ناس أيضا العنب، استغربت أنا شفت في إحدى المرات إنه العنب بنعمل منه مخلل، وهذا شيء جميل جدا. الأغصان تبعه
دائما تتمحور نحو اللون البني، وفي عليه شقوق قشور. لما يصير 20 سنتي ترنك أو 10 سنتي بتحسه كأنه اسكرافيتنج، يعني القشر بضله تاع الترنك شو بيسموه بيقشر. فايتس فينيفرا، انا about to finish. انا مستنى حتى تجف المنطقة هاي وبعدين بعمل انا العنب. العنب ايضا بكون في بعض المرات في شعيرات، وهذه الشعيرات الممتدة بتلاقوها related to the edges of the plant. اوكي، الان بدي اجي على العنب نفسه. هاي انا بعمل strokes. في الوان ذهبية منه، في الوان منه اخضر. ودائما الحصرم اللي بتاكل، وعادة بيستعجلوا الناس وبيجيبوا الحصرم. الكويس في الحصرم انه يو كان بتستعمله كالعصير، عصير العنب. اتس ا بلانت سو ماني فاليوز لها العنب. العنب فوائده لا تحصى، استهلاكه طبيا متعارف انه العنب اتس ا بيوتيفول بلانت ماتيريال. و كمان العنب انا بعمل هذول اللي هيك هون بكون الاقشار القشريات او القشور اللي انه بقشر. الآن بدي أحاول كل جهدي أعمل شوية شيد للنبتة. إذن this is my drawing of a Phytis vinifera. العنب هيك بكون رسمت الفايتس فينيفرا. العنب او الجريب فاين 6 متر ماكسيموم هايت، سبريد 6 متر. الكلاين ان اسيد، العنب بعد مرات بتحمل الـ شو بيسموه التربة الحامضية والقاعدية سواء بسواء، وهذه ميزة. needs full sun, thrives in sun, screen, beautiful screen, yellow green to color of flowers. Yellow green season flowers mid summer, fast growth, سريع النمو، بتحمل العطش، drought resistant وبده شمس. I will now write Phytis vinifera, V-I-T-I-S vinifera, vinifera عنب مدادة. Grapes, grape vine. And here we go, finalizing the grape as a plant material.
فايتس في النفرة. العنب نبات متسلق متساقط الأوراق. Thank you.